دونس. يعني اليوم مثلا دونس انا اشوف انه حتى في المؤتمر الصحفي كان يحاول بقدر ما يستطيع انه يبعد عن الصاق التهمه فيه هو يتحمل المسؤوليه بخساره المباراه. كيف هذا الشيء انه كان يحاول ان يتنصل من المسؤوليه؟ تصور مثلا يقول ان خسرنا المباراه بسبب ارضيه الملعب، يعني مع كل الاحترام والتقدير الاهلي كان يلعب بلاي ستيشن، يعني ما كان يلعب مثلك في ارض الملعب، الاهلي كان معك في نفس الملعب ايضا، وطالب الحكم المحلي. اي هذا التصريح طبعا عاد الحين سيتلقف الاعلام، اقول يعني مع كل يعني كيف انت تطالب بالحكم المحلي ولا تريد هذا الحكم الاجنبي؟ لاحظ هذا الحكم الاجنبي ادار مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان، هذا الحكم الاجنبي من افضل الحكام على مستوى اوروبا، مثل ترى على فيكتور اللي حكم امس في الديربي القصيم، فيكتور سوساي، ترى هذول من افضل الحكام على مستوى على هذا مستوى الحديث أوروبا. من دونيس لما قال انا مؤيد للحكم المحلي ولا اريد الاجنبي، ممكن يترك ردود فعل؟ طبعا يعني ردود فعل سلبيه حتى على الفريق. لاحظ ان مبرراته ليش ما طرد ياسر مسيلين. ياسر مسيلين لو تجي انت الان مثلا تشوف اللقطه اللي حقت ضربه الجزاء، قواعد اللي يسمونها قواعد القانون في مساله هل يطرد او ما يطرد يا ابو جود، ما تحققت جميعها. يعني اولها يعني اهم حاجه فيها اتجاه معنا ابو زياد حيكون اقول لك يعني بيجي يشرح لنا اتجاه طبعا المهاجم ادواردو في هو للمرمى ولا مش للمرمى. اذا هذا شرط واحد وهو الذي جعل المدرب الحكم انه ما يتخذ قرار الطرد لياسر المسليم. طيب.